بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوان، فإن الله جل وعلا من علينا بمنن عظيمة وآلاء جسيمة، ومن أعظم هذه النعم نعمة إنزال كتابه الكريم. فهذا الكتاب المبارك، يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، أخباره صدق وأحكامه عدل. أطنب الله جل وعلا بذكره في كتابه، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. هذه الإشارة للبعيد للتفخيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. ويقول الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول الله جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. ويقول الله جل وعلا: وإنه لقرآن كريم. هذا الكتاب المبارك الذي تكلم الله جل وعلا به حقيقة، وأنزله من سبع سماوات، أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم للأسف أن كثيرا من المسلمين هجروه، وهذه من أعظم المعاصي، بل قد تصل إلى الكفر، أن هذا الكتاب العظيم، هذا الدستور، يهجر. وقال، يقول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه شكا إلى ربه وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعقب الله جل وعلا بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فمن هجر القرآن فهو من المجرمين، هكذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلا يهجر القرآن إلا من كان من المجرمين، عياذا بالله جل وعلا. وهجر القرآن أنواع كثيرة، أشدها هجر الإيمان به، أو التشكيك بأخباره، أو عدم التصديق بما جاء في هذا الكتاب العظيم. فمن شكك أو استراب في كلمة من كتاب الله جل وعلا، أو في خبر من كتاب الله جل وعلا، فقد خرج من هذا الدين. وهذا أعظم الهجران، عياذا بالله جل وعلا. من هجران كتاب الله تعالى، وهو من كبائر الذنوب، هجر تدبره والنظر فيه. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا الكتاب العظيم أنزل ليتلى وليتدبر، لتنزل بركته، أن تنظر في هذه الآيات. كثير من الناس للأسف يسمع آيات الله ولا يتدبر بها. من هجر القرآن الكريم هجر تلاوته، وإنك لتتعجب كيف أن مسلما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله في كل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ثم يهجر القرآن ولا يقرأه، يمر عليه الأيام والأسابيع والشهور وهو لا يفتح كتاب الله جل وعلا. أي شيء أعظم من هذا، معاشر الإخوان؟ لا شك أن هذا خذلان، خذلان عظيم، أن هذه الأجور العظيمة بين يديك ثم تتركها. من هجر كتاب الله جل وعلا هجر الاستشفاء به. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ ذلك الرجل بفاتحة الكتاب فبرئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية. فهذا الكتاب لا ريب أنه شفاء، لكن يحتاج إيمان، إيمان من القارئ وإيمان من المقروء عليه. فكلما زاد إيمان القارئ وزاد إيمان المقروء نزل الشفاء بإذن الله جل وعلا. أيها الإخوان، كتاب الله جل وعلا، هذه المنحة العظيمة الربانية، لو قيل أن هناك مخطوطة من 100 أو 200 أو 300 سنة لتهافت الناس عليها. فما ظنك بكتاب أنزل من سبع سماوات؟ هذه الأحرف التي نقرأها أنزلت من سبع سماوات، لم تأتي من بلاد بعيدة أو قريبة، إنما نزلت من السماء السابعة منذ 1400 سنة، وهو يقرأ غضا طريا كما أنزل. فعلينا معاشر الإخوان
أن نقبل على كتاب الله جل وعلا قراءة وتفهما وتدبرا وعلما وعملا. أعظم ذلك العمل والتحكيم تحكيم كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمر بصلة ببر الوالدين، أمر بالتوحيد. كل هذه أوامر وغيرها كثير علينا أن نطبقها وأن نعمل بها، وإلا احتسب الرجل هاجرا لكتاب الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل كتابه. اللهم اشرح صدورنا لكتابك واشرح به صدورنا. اللهم اجعلنا من أهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أنلنا بركة كتابك. أيها الإخوان، هذا الكتاب مبارك، مبارك على النفس، مبارك على الأهل، مبارك على البيت، مبارك على المجتمع. كتاب أنزلناه إليك مبارك، قل ما شئت تحت هذه الكلمة الكبيرة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ولن تأتي البركة وأنت لا تقرأه إلا لمما، إن لم تقبل عليه قراءة وتفهما ومحبة. هذا كلام الله، كلام الله حقيقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل كتابه وأن يشرح صدورنا لكتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.